السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمي قريبان دي خير، لبس عليك. بارك الله في السعادة. عبد الهادي نحمده تعالى ونشكره. عبد الهادي، عبد الهادي، عبد الهادي، عبد الهادي، يا مرحبا، اسم جميل. الهادي هو الله. بارك الله فيك. الحمد لله كل شيء بخير والحمد لله. ملاش ديال الخط. يا مرحبا أخويا. الحمد لله. الدكتور أنا مريض هذه شي 20 عام ولا أكثر. الله أكبر. أنا عندي دابا 54 عام، 55 عام. اللي تلقت مع عمرني خدمت، مع عمرني تجوزت. أنا مريض في حياتي، مريض بزاف. لا إله إلا الله. ما خليت أطباء، ما خليت، ما درت. دابا أنا وحداني، كنعيش وحداني. قالوا لا الاولاد لا المراه، لا باغي نتزوج، ما كرهتش نتزوج، ولكن هادشي اللي عندي ما خليت، ما درت. اش كيضرك في عبد الهادي؟ اش كيضرك ديالي؟ الدات ديالي كلها، الامراض الدات ديالي، الراس ديالي، رجليا، كنفيق في الصباح ما كنقدرش نوض، الخدمه ما كنحملهاش. ما خليت فين مشيت والو. خليت اطباء كيقولوا لي الاعصاب، هادشي اللي كيقولوا لي. الله يشافيك اخويا، الله يشافيك. امين امين، الله يبارك فيك. لا اله الا الله. واملي اسمعنا في الصوت ديالك، ربي خير وعلى خير. يا رب يا كريم. الله يحفظك اودي الدكتور. الله يحفظك الوالدين. بارك الله. جزاك الله خير. الوالدين الله يرحمهم. الوالده عندي انا مسكينه، دعيمها الله يرحمها، اللي كدير الدياليز. يا رب يا رب. انا ملي تلقت، انا ملي تزوجت 99 تلقت في 2001، من تما مرضت. لا اله الا الله. الله يشافي يا رب، الله يشافي. الله يا ربي. امين يا ربي امين. راسي ديما دارني، انا راسي ديما، الصحه ديالي ديما داراني، ديما مريض، ديما كنبغي على الناس. لا اله الا الله. لا اله الا محمد رسول الله. هادشي اللي كاين. ربي ربي هو الشافي والعافي. تاع عبد الهادي يا ربي امين. الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين. اكرمك الله، اكرمك الله. لا اله الا الله، حول ولا قوه الا بالله. هو ربنا عز وجل لا يتنزه في ملكه. أخونا عبد الهادي، ربما الطلاق أحيانا قد يكون سببا في بداية المعاناة، لهذا كنقول اللي عنده سي زوجة يصبر عليها ويحافظ عليها، لعلها تكون هي مباركة مسعودة جالبة له للخير وللبركة. وكم من واحد كانت عنده زوجة وأراد أن يغيرها لسبب من الأسباب البسيطة، فلما غيرها فتحت عليه أبواب المعاناة والشدائد. فاللي عنده شي حاجه يحتفظ بها ويصبر عليها، الصبر. كان الصالحون كيصبر على المراه والمراه كتصبر على زوجها، لان الطلاق ربما قد يكون فتح باب من ابواب المعاناه. اما البركه كتمشي، واما كتكون الله يسترنا ويستركم روح الانتقام. روح الانتقام، ان البعض ربما كيبقى يستعمل اعمال شعوذه واعمال ديال الاضرار بالاخر، وهذا متداول في المجتمع ومعروف. لكن على كل حال، نحن لا يهمنا الأسباب ولا المسببات، وخامسا نقوم بالتحليل المنهجي للأسباب والمسببات لا يهمنا، نحن نريد أن نصل إلى الحل. لهذا نصعد مباشرة إلى الباب ديال العطاء، إلى باب الله عز وجل. أخي عبد الهادي، هذه الأمراض اللي عندك كلها وشتي أطباء كثر، ربما قد لا يكون المرض عضويا، قد يكون المرض نفسيا، وقد يكون المرض روحيا، وقد يكون مركبا، مركب من عضوي وروحي ونفسي. الإنسان كيمرض في الجسم ديالو، وحنا عارفين حنا كنكبروا والجسم كيتهدم وكيتبنى. أجسامنا منذ الولادة كتلقى الجسم عنده عوامل البناء وعوامل الهدم، وحنا صغار الجسم ديالنا عنده عوامل البناء أكثر وعوامل الهدم قليلة. الدموع على بناء هدم، الشعر كنحلقوه بناء هدم، ولكن النمو في الكثير كيكون قوي في الصوره. ملي كيبلغ الانسان تقريبا نصف العمر، كيوصل ل40، كيبدا العكس، البناء يقل والهدم يكثر. هذه عاديه طبيعيه، انسان في ال40 في ال50 في ال60 لا ينتظر انه غادي يكون في ريعان الشباب. لا يصلح العطار ما افسد الدهر.
الانسان كان الصالحون ملي كيبدا يكبر شويه وكيلقى الشيء في لحيته او في راسه كيقول هذه رساله من السماء، انني علي ان اكثر من العمل الصالح وان لا ابقى اجري وراء الدنيا. مجرد تلقى الشيء في راسه وفي لحيته او يجد تجاعيد، تلقى التجاعيد في وجهه، او انه يضطر الى نظاره في عينيه، او انه تتساقط بعض اسنانه، كتلقى دائما الاسنان، هذه كل عوامل الهدم، عادي طبيعي، هكذا خلق الله الوجود. ثم كتلقى الواحد كدروه الركابي ويستعين بالعكاز. كتلقاو بعض الصالحين كتلقى دائما عندهم واحد، هادو اهل الصلاح العارفين بالله، كتلقى دائما كيدير واحد العمامه في راسه. ديك العمامه ماشي اي عمامه، حيت العمامات لها انواع، كاين العمامه الفاخره كتدل على انه من طبقه اليسار والطبقه الارستقراطيه، وكاين العمامه اللي هي كتبين بانه شريف، ولكن واحد العمامه اخرى كتسمى الصالحون، وهي عمامه عن ثوب ابيض بسيط، ارخص ثوب ابيض بسيط ديال الكفن. كتلقى بعض الناس ديال عمامه راه ديال الكفن هذيك، كيدير في الراس ديالو، علاش؟ كيذكر نفسه بانه يوما ما سوف يلبس هاد القطعه من القماش. ثم كيهز السبحه في يده او يضعها في عنقه، لماذا؟ ماشي بدعه هذه، لا، هذيك يعتقد بها بانه لا يريد ان ينشغل في الدنيا الا بذكر الله، حتى انه اذا دخل الى السوق او اجتمع مع الناس يقول لهم انا ما تكلموليش معايا على مواضيع الدنيا، طلقتها، راه القطار كيجري، انا الان اريد ان اركز على ذكر الله. فالسبحه لما يمسكها بيده باش دائما يذكر نفسه ويذكر الاخرين ان اي موضوع عنده علاقه بالدنيا وصراع الدنيا راه عمره ما غتسالي، والقطار غادي يمشي بينا، وباقي ما ذكرتش الله، وربي قال اذكروني اذكركم. هذه العلامه الثانيه، الاولى هي العمامه فوق الراس من ثوب رخيص ديال الكفن والتسبيح في عنقه او في يده، والعلامه الثالثه ما هي؟ هي عكاز يحمله، واخا يكون رجليه صحاح كيستعمل العكاز كيقول يا ارض يا ارض افتحي ابوابك اني قادم، باش ما يبقاش معلق بالدنيا، لان المشكل ديالنا الكبير هو ان الدنيا كنبقاو معلقين بها كتهرب علينا. هل تعلمون ايها الاحباب الكرام ان هذا الكلام اللي قلته قد يتهمه مني البعض انه ذم للدنيا؟ بالعكس، ملي انت كتهرب على الدنيا هي تتبعك، وهي كتقول لك ها انا ذا بين يديك، وعاد كتزيان، انت ملي كتهرب منها هي كتجي لعندك، وربي كيفتح لك باب الرزق وباب الكرم وباب الجود. اسالوا اهل الله، راهم منعمين مكرمين في الدنيا، راه عندهم اكل وشرب وعندهم سفريات وعندهم تجمعات مباركه وعندهم الدين والدنيا، ولكن الدنيا اذا انت تبعتيها وبقيتي مهتم بها كتهرب لك، وانت كتجري تجري وتابعها وهي كتفوت في الجري، عمرك ما غتشدها، كتبقى تلهت. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال الله عز وجل، قال لا أسلطن عليك الدنيا تركض خلفها ركض الوحوش في البرية ثم لا تنال إلا ما كتبته لك يا ابن آدم. فأخي هذا الأمر اللي وقع لك السي عبد الهادي، هذا اعتبره خويا بلاء وقدر مكتوب لك من السماء، وإحنا عدنا من مقصد الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، نؤمن بالقدر خيره وشره، هادشي اللي قسم الله تعالى وهادشي اللي كتب مولانا، والحمد لله على ما قسم الله. وبعد ذلك ممكن انني اجدد حياتي، عندك 54 55 راك في ريعان الشباب، راه هذا عمر راه الناس كيعيشوا 70 80 90، هذه المده كلها ربما ربي يجعلك من الذين بسط لهم في العمر. واش تعيش وحدك؟ ابدا، راه كاين بزاف الناس موجودات اللي حتى هما تعثر بهم المجال ديال الزواج، عند الثلاثين عند الأربعين وعند الخمسين، وتحتاج إلى من يؤنس وحشتها. ماشي دائما العلاقة الزوجية مبنية على علاقة الفراش أو علاقة الأولاد، راه كاين اللي كيقلب غير الأنس، أن يلقى واحد المرأة في بيته تملأ عليه حياته وتؤنس وحشته، وهو كيقلب على لقمة العيش على برا، وهي كتطبخ كيدخل للدار كيلقى الماكلة زبيونة، كيلقى اللباس أنيق، كيلقى النظافة والصابون، كيلقى كل شيء مرتب، وكتكون الحياة طيبة، ويتعاونان على ذكر الله، يتعاونان، يقومان الفجر، يذهبان معا إلى المسجد، يتابعين برامج في التلفاز أو في الإذاعة، برامج دينية تثقيفية، وكتكون الحياة جميلة جدا. الإنسان يبقى وحده راه كيتصاب بالجنون، إلا أهل الله.
اهل الله عندهم الخلوه جميله، اهل الله عندهم الخلوه، كيقول لك نتمنى نبقى بوحدي باش نبقى في انسي مع الله، ولكن اللي هو يا ايمان على قد الحال خصو يقلب على انسان اخر. سي عبد الهادي راه الحمد لله غير حياتك، كيقول لك جدد حياتك، انت راك باقي صغير، راه 55 سنه، راه شوف دابا الرئيس الامريكي عنده 77 ويطمع في ولايه انتخابيه ثانيه، 77 سنه وملياردير وشحال ضرب ديال الخدمه ومصاب بكورونا ويطمع غيدخل الانتخابات هذه الايام قريبه، غتكون الانتخابات وغتشوفوا تبارك الله بحال الحصان كيتكلم بقوه وعنده مازال طموح كبير يسير لمده 5 سنوات اعظم دوله في العالم الولايات المتحده الامريكيه برؤيه جديده، وباغي يدخل مع اتحاد مع الصين بعد ازمه الكورونا ويدير نظام عالمي جديد وعنده استراتيجيه كبيره وبغي يغير القارات الخمس والجيش والاقتصاد والفن وكره القدم وغيرها وحنا غرب مشاكل بسيطه كتغلبنا، تسيير البيت لقمه العيش بسيطه، هذا طموح، لابد ينقصنا الطموح والرؤيه الكبيره. جدد ايمانك، ما تخافش، ما تخاف لا من الفقر، ما تخاف لا من المرض، ما تخاف لا من المستقبل، لان معظم الناس اللي كتلقاهم مكبلين هما كيكبلوا نفوسهم بنفوسهم وعندهم الخوف وعندهم عدم ثقه بالنفس. جدد ايمانك، جدد حياتك، اقبل على الحياه، اخرج اخي، ما تبقاش في الدار ديالك، خرج شوف الهواء، شوف الحياه، تلاقى مع الناس، دير اي، غير نموذج حياتك، وربي غادي ادعو الله تعالى ان يلاقيك مع انسانه اخرى تبدا حياتك معها من جديد، وربي غيجعلها في طريقك وتبدا حياه طيبه باذن الله. نسال الله تعالى العلي العظيم القدير اخي عبد الهادي، اللهم تعالى يحفظك ويرعاك، اللهم تعالى يشفيك ويعافيك من الامراض والاسقام، اللهم تعالى يختار لك الزوجه الصالحه التي تدخل الى قلبك الفرح والسرور والبهجه والحبور، اللهم تعالى يسعك رزقا حسنا، اللهم يا ربي جدد حياتك وان شاء الله تشرق شمس جديده ليوم جديد وتبدا حياه طيبه. اخي عبد الهادي انا انصحك هذه الايام اكثر من الصلاة على النبي المختار، هذه الأيام وهي أيام ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عيد المولد النبوي الشريف، صلي كثير على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وملي تصلي على النبي اذكر الله تعالى المطالب ديالك، وسوف ترى بأن الله سيعطيك حتى يدهشك، وإن شاء الله قريبا غتعاود تواصل معنا في الإذاعة وتقول لنا بأنك قد شوفيت وعفيت وأن الله رزقك رزقا من حيث لا تحتسب وأن الله اختار لك زوجة صالحة وبدأت حياة أجمل وأكرم وخلي قلبك معلق بالله، ما تطمع في الخلق، إياك الخلق ما تطمع فيهم، خليك غير مع الخالق ربي عز وجل، سيسوق لك أطيب خلقه حتى عندك يسوقهم إليك سوقا، وربي عز وجل يكرمك، وكل من قال آمين اللهم أكرم الجميع وبارك في الجميع وأصلح الجميع وشافي الجميع، قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.